نرجع تاني مع بعض ونضم لي اتنين من القامات الرياضيه الكبيره، يعني طبعا نجمنا الكبير طبعا الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير جدا الاستاذ حسن المستكاوي اللي كان وحشني جدا ويعني بيشرفنا النهارده في كوره كل يوم. استاذ حسن، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا كريم. ساكن منور. الله يخليك، منور دايما. الحمد لله. ساكن، الله يخليك يا استاذ حسن. نجمنا الكبير طبعا كابتن مصر وبرنس الكوره المصريه كابتن اشرف قاسم. ازيك كابتن اشرف؟ ازيك كابتن كريم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يخليك. كله تمام؟ يعني انا سعيد بالقامتين اللي قدامي الكبار دول. بقالنا فتره ما تقابلناش. طبعا اخر مره حسن وحشني جدا. انا كنا مع بعض في السوبر. طيب احنا اليومين دول بنتكلم في قصه. استنى بس. اليومين دول بس؟ لا، احنا اليومين دول مركزين في القصه بس برضه بقالنا سنين. طب بطلع لك عناوين انا كاتبها من 25 سنه. لا اكتر شويه. لا ما انا عارف اني فاكر، مش عايز اكتر شويه. انا بكيد عبد الوارث حسن. لا استنى بس. من وانا في الناشئين انت كنت بتكتب على اصلاح الكره المصريه. لا اطلع لك عناوين، مش كفايه عناوين بس. ايوه. مكتوبه في الاهرام. يعني متوثقه، اللي عايز يطلع عليها يروح يبص عليها. ايوه بالظبط. من ده مبدئيا يعني من 20 سنه وقبل كده كمان. يعني احنا كنا كده من 20 سنه؟ لا احنا كده من سنه 60، من سنه 62. في اللخبطه بتاعت الدوري دي. طب انا ما حضرتش. اسمع، ما انت اتولدت سنه 78. ما انت ما حضرتش. انا هضطر احلف والله العظيم احنا في ده من سنه 62. مش بالطريقه دي. الدوري بيخلص في شهر 8. بص، الكره اتطورت والصناعه اتطورت وفي حاجات كتيره اتطورت وبالتالي المشاكل اتطورت. يعني حتى شكل المشاكل والازمات اختلف. بقى فيها تطور. يعني الاول كنا بنقول ان مثلا المنتخب بتاعنا مش واخد يلعب في افريقيا. نقص الاكسجين بيأثر عليه. الجمهور الافريقي كان بيخوفنا. الملاعب وحشه. دي كانت مجرد ازمات. بنتكلم في الرحله لافريقيا شاقه. كانت مبررات برضه. دي كانت طبعا. دي كانت مبررات. لكن دلوقتي كل حاجه مش مظبوطه. ما عندناش مدربين، مفيش حاجه اسمها تراخيص مدربين. ايوه. اللوائح كلها عايزه تتغير بدليل اخر ازمه بتاعت بيراميدز وسموحه. ما انت لازم تبقى عامل حساب. ده النهارده الماتش ده تم استكماله. ايوه يعني. أيوة. انا فاهم يعني، لكن كانت ازمه. كبيره. الاكاديميات لازم انت عارف في فرنسا من 30 سنه ومن 40 سنه كان عندهم ازمه، فابتدوا يصلحوا الكوره. عملوا حاجه اسمها كلير فونتين او يعني جامعة لكرة القدم. أيوة. للمنتخبات الفرنسية. احنا عندنا حاجة اسمها فندق او فندق المنتخبات. لا مش فندق المنتخبات. إيه؟ اللي في 6 اكتوبر. مشروع الهدف. مشروع الهدف ومركز تدريب المنتخبات القومية. أيوة. وانا متهيألي المنتخبات القومية بتاعتنا مش بتتدرب فيه خالص. لا بيستفيدوا منه ابدا. ولا بيعملوا اقامات فيه. ولا في دراسات ولا في محاضرات. أيوة. بيروحوا يقعدوا في فنادق 5 ستارز. حاجات كل حاجة يا كريم عايزة يتعدل. سنة 2007 حضر إلى القاهرة، وأنا أذكر إن كان حسن صقر هو الوزير. أيوة. حضر إلى القاهرة رئيس رابطة الأندية الإنجليزية. وعملنا اجتماع، وكنت أنا قاعد في الاجتماع ده ومعاه الكتاب بتاع اللوائح، قاعد يشاور بيه ويتكلم بيه. فأنا قلت لهم من فضلكم، أنا أول مرة في حياتي 2007 أدعو إلى الغش. ممكن تاخدوا الكتاب ده منه وتغشوه عشان نمشي على عشان نمشي على اللوائح بتاعت الروابط دي. ما حصلش. المشكله قديمه يا كريم، لكن دلوقتي تفاصيلها كثيره جدا جدا. وهسالك انا سؤال وانت حاول تجاوبني عليه. لماذا لا توجد الا شركه كره قدم واحده في انديه الدوري الممتاز وهي شركه النادي الاهلي؟ ده سؤال صعب قوي. لا ده مش سؤال صعب. ده انا انت عارف الامارات مش كلهم شركات. كلهم شركات كوره. بالظبط. في السعوديه كلها شركات كوره. كل نادي الشركه بتاعته. كل نادي ليه شركه كوره. ميزانيه ربح وكذا. كل نادي في كل الدول المحيطه بينا عنده شركه كره قدم. ايوه. احنا ما عندناش شركات كره قدم ليه؟ مش عارف. كابتن اشرف عندك اجابه للسؤال ده؟ لا هو في لازم في توفيق. انا مش عارف بصراحه. في توفيق للاوضاع بالنسبه للامور الماديه داخل الانديه علشان تقدر تبقى موجود معاك الرخصه او شركه الكوره. تاسيس شركه الكوره محتاج فصل ما بين الكوره كره القدم والنادي بشكل عام.
فدي ممكن مجالس الادارات بتبقى متخوفه، لان هي الواجهه الاساسيه بتاعت الانديه حتى الكبيره، مش انديه المؤسسات، هي كره القدم. فانت هتبعد مجلس الاداره بكامل عن فرقه الكوره. اللي موجود دلوقتي عند النادي الاهلي، النادي الاهلي بقاله فتره متهيألي 3 سنين على ما اعتقد ان هم مؤسسين شركه الكوره وناجحين بشكل كبير جدا. انت كان الاستاذ ياسين منصور في الاول رئيس شركه الكوره وبعدين المهندس عادل القيع دلوقتي لكن في اشراف من الكابتن محمود الخطيب كرئيس النادي. الحاجه الثانيه دلوقتي ان هم عارفين ايه المدخول بتاع كل حاجه بتحصل في النادي، لان هو الاساس في النادي، في اي نادي من الانديه الجماهيريه هو فرقه الكوره. يعني فرقه الكوره هي اللي بتدخل اكبر دخل موجود في النادي الاهلي، اعلانات وبث فضائي كل حاجه، كل حاجه مصادر مشاركتهم في البطولات مثلا اذا كان الافريقيه او فوزهم بالبطوله الافريقيه ومشاركتهم في كاس العالم للانديه، هي دي اللي بتوصلهم ان يبقى في دخل كبير جدا موجود. فده نجاح على فكره، ده نجاح. ومش عيب ان انت تشوف الفرق الثانيه او الانديه الثانيه وصلت للنجاح ده ازاي. طيب كابتن اشرف قاسم والاستاذ حسن معانا، احنا يعني دي طبعا نقاط مهمه جدا، وكل نادي لازم يكون ليه شركه وليها ميزانيه وبتدخل ايرادات وفيها مصروفات وفيها، خد بالك انت مش هتقدر تشارك دلوقتي في يا سامح، احنا عند في مشكله دلوقتي موجوده في النادي الزمالك بالذات عشان في ناس مشتكيه الزمالك وعليه ديون، عشان كده انا بقول لك في توفيق الاوضاع بتاعتهم الماديه ده الاساس. لو انت مش هتقدر توفق اوضاعك ومش هيبقى عندك مشاكل دي نقطه ده انا بتكلم في حاجه بسيطه جدا يا استاذ حسن وكابتن اشرف، احنا ما بقيناش عارفين ننظم دوري ما فيهوش تكافؤ فرص، دوري فيه لقاءات مؤجله، دوري طويل جدا ما بيخلصش. ما احنا قلنا الكلام مش على تكافؤ فرص، لان تكافؤ فرص دي مساله معقده جدا. انا بتكلم تكافؤ فرص في الكوره، سيبك من النواحي الماليه في الكوره انا بتكلم في الكوره يعني اديني ظروف واحده لكل الانديه ككوره. تكافؤ فرص يعني ايه تكافؤ فرص؟ المصري يلعب 5 سنين 10 سنين كل مباراه في الدرجة العربية بالظبط، يعني ايه؟ ايوه صح. يعني ايه الزمالك يلعب في الاسماعيليه والاهلي ما يلعبش في الاسماعيليه؟ صح. هو ده تكافؤ فرص؟ لا. يعني ايه تكافؤ فرص بنتكلم عليه وانت ما انتش عارف كنادي ملعبك اللي هتلعب عليه الموسم فين؟ لا المنافس بتاعك عارف ولا انت عارف. يعني انا في 5 6 انديه عارفين، لكن الباقيين ممكن كل شويه تقول لك الملعب هيتنقل هنا، الملعب هيتنقل هنا. كل المسائل دي لازم تتحل. احيانا احنا بنبص للمساله على انها ايه مش مهمه، مهم. بس في جزئيه مهمه جدا، الجمهور اللي هو بالملايين اللي بيتابع الكوره واللي على السوشيال ميديا وشباب عارف وفاهم الدنيا ومتصل بيشوف العالم، الشباب ده عمره هيفتكر او هيحس بكلمه العداله في اداره الكوره في مصر بما فيها التحكيم. أيوه. اذا كان شايف ان تكافؤ الفرص ده معدوم، يعني عمره ما هيحس اذا كان حاسس ان او شايف الزمالك يلعب الاسماعيليه والاهلي ما يلعبش الاسماعيليه، ايا كانت المشاكل ما لازم ندور على حلول ليها. انا جاي عشان ننظم دوري صح. استاذ حسن مستكاوي معايا وكابتن اشرف قاسم، احنا الحاجات دي كلنا عارفينها، طب هنحلها ازاي؟ الروشتة ايه؟ بص لو نبي حكايه الروشتات دي يا كريم اولا انا الضرايب لازم نعالج الضرايب هرتني عشان انا عامل روشتات كتيره قوي فبتحاسب عليها. ادويه يعني ولا روشتات؟ روشتات ادويه كل حاجه منها دواء ضغط النفسي. يا استاذ حسن انت متخيل لغايه دلوقتي ان احنا عمالين بنطالب ان جدول الدوري يبقى منتظم؟ لا، وكل فريق عارف انه هيلعب الاسبوع الاول وبعديه وراه الاسبوع الثاني وراه الاسبوع الثالث، انت متخيل يعني ان احنا عايزين نوصل للمرحله دي؟ ان انت ما تلعبش الاسبوع الخامس قبل الاسبوع الثاني وتلعب الاسبوع ال 20 قبل الاسبوع السابع، وفي حاجه اسمها كده في الدنيا؟ انت عايز حاجه تبقى شكلها الفرق اللي بتلعب في افريقيا تلعب في الدوري، انت فين المدرب بعديها بثلاثة واربعة زي العالم كله؟ لا احنا لو قعدنا كده مش هنخلص دوري يا كريم. انت دلوقتي اصلا انت عايز تخلق لاعب مميز في عدم في 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 دوري غير منتظم، مش هتعرف. واللخبطه اللي حصلت دي الواحد مش عارف. انا بحاول انتقي الكلمات اللي انا اقولها لان اصلا فعلا الناس فاض بيها، انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وبعدين احنا عمالين نجامل في الرابطه في اللي ماسكه الدوري المصري، وبنجامل في اتحاد الكوره، وبنجامل في لجنه المسابقات عشان الناس اللي موجوده كلهم يعني حبايبنا طبعا، يعني احنا بنتكلم في شغل مش في شخصيات. لكن لا فعلا هم مش ناجحين، هم ما نجحوش الموسم ده
كلنا دلوقتي عمالين بنقول ما احنا عايزين نعدي الموسم ده باي طريقه ونخلص. اه عشان نبدا على نظافه من جديد. انت متخيل لغايه دلوقتي واحنا قاعدين اهو احنا الثلاثه احنا مش عارفين الدوري ده هيخلص امتى. طيب. هم قايلين في شهر 8 18 طب انا اهو احنا مش عارفين الناس بتطالب دلوقتي. هل انت متخيل ان انت دلوقتي اتحاد الكوره بيحاول دلوقتي يحايل على الانديه عشان لعيبه المنتخب الاولمبي ينضموا ليه؟ انت متخيل يعني ايه؟ انت متخيل يعني ايه؟ دلوقتي بقت مصلحه الانديه اهم من المنتخبات. امال انت الدوري المصري ده كله معمول عشان المنتخبات المصريه. اذا كان بقى منتخب ناشئين، منتخب اولمبي، منتخب اول، هو كل الكلام ده انت عامله عشان كده. لكن احنا هنفضل نجامل في الناس اللي موجوده مع احترام الكامل ليهم، هم بيحاولوا بس الدنيا فرطت منهم. الموضوع مش عارفين هم يعملوا كنترول. النهارده فوجئت ان انا كنت بتفرج على شوط تاني من ماتش بيراميدز وسموحه. انا مش بصراحه انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل ده بصراحه. هو ماتش كان وقف بسبب حريق. انا ما شفتش بدايه المباراه، انا ما شفتش بدايه المباراه، لكن كريم فضل قال لي بدايه المباراه كان اوت. ما بيستكملوا المباراه الاولى في ده استكملوا بالاستوديو التحليلي والمذيع والمتفرجين، يعني المتفرجين اللي كانت بتتفرج في البيوت نفس التشكيل على نفس ظروف المباراه اللي هم عدا الملعب. بالتالي احنا اللي كنا بنتفرج على المباراه الشوط الاولاني استنينا عشان نتفرج على بقيه الماتش. ما احنا عايزين نكمل الماتش احنا كمان احسن الماتش يتعدى. انا كنت وانا قاعد بتفرج النهارده، ما اعرفش استاذ حسن تجاوبني عليه عشان ممكن تكون عندك اللائحه بقى ايه تقدر تقول لي. تخيل لو حصل حاجه النهارده في الملعب نفس اللي حصل في المباراه اللي فاتت في استاد اسكندريه، كان ايه الموقف اللي هيتعمل؟ هيعيدوا مثلا اخر 10 دقائق من المباراه الوقت المتبقي ولا هتتحسب ايه؟ الكلام ده يعني انا اعتقد انا طرحته بوضوح في الاذاعه وفي التلفزيون وفي الكتابه في جورنان الشروق اللي انا بكتب فيه دلوقتي، ان احنا نعمل ده زي الدوري البلجيكي وهكذا، واقترحته على اساس ان احنا كان عندنا ازمه اسمها ازمه كورونا والموسم ما كانش زحمه زي دلوقتي بس كان مزدحم. فيا جماعه خدوا بهذا النظام. الانديه هي اللي رفضت كمان. الانديه رفضت لسبب بسيط جدا، اللي بقى ان بي ولا يعني ايا كان اسم النادي يعني اللي هيبقى في المركز العاشر اللي هو بنسميها المنطقه الدفئه والمنطقه هيلعب على الهبوط، ده يلعب تاني على الهبوط ليه بقى؟ فكله رفض، كله رفض. ما ينفعش، انتوا لازم تكون هناك يعني تركيز في مساله المصلحه العامه، مصلحه اللعبه. النتيجه ان احنا بعد 4 مواسم فيها ارتباكات شديده جدا وصلنا الى موسم مش عارفين هينتهي امتى زي ما اشرف بيقول، وكمان لا هنبقى في خطر شديد لان الارتباطات اللي جايه لنادي واحد بس اللي هو الاهلي اعتقد انها تقريبا 8 بطولات. طب هتعملوا ايه مع النادي الاهلي اللي عنده حوالي 8 لازم يلعب في افريقيا، وبعدين يلعب يا وبعدين في افريقيا وبعدين يلعب يا كريم في الدوري. زي ما انت قلت دلوقتي لما يبقى في نظام ولائحه بتقول ليك 3 ايام في القاهره ماتش افريقيا، لو جوه مصر لا 4 ايام بره القاهره، ما ينفعش تاجل تاني لاي سبب. صح طيب اقول لك للاسف يعني من 30 سنه انا استعملت تعبير تعديل التعديلات وتأجيل التأجيلات. يعني الحاجات اللي كانت مؤجلة احنا بنأجلها. يا جماعة هل ده معقول؟ يعني هل معقول ان احنا نقعد نناقش هذه الأزمات؟ طب ايه الحلول؟ الناس هتقول لك ايه الحلول؟ الحلول مش بكرة، لكن عندنا حل ضروري، نظام المسابقة الموسم اللي جاي ده رقم واحد. لازم نوصل لحل. اقول لحضرتك حاجة، نظام دوري عادي جدا. ان الاتحاد الافريقي خلى بطولة افريقيا في شهر 12 2025. فعندنا مساحة وما عندناش ارتباطات دولية كتير على مستوى المنتخبات، بس نظم صح. عندنا اجندة دولية فقط في شهر 3. بس انت هتخلص انت كريم، انت هتخلص اخر شهر 8. انت المفروض ابدا الدوري 1/10. المفروض انت عايز تبتدي في اخر 9 او في اول 10. ايوه ابتدي، بس اللي لازم تبتدي بالجدول، الجدول يكون يتم وضعه من قبل ما المسابقة تبتدي. ايوه ال 34 اسبوع صح، الأربعة واعمل حسابي في مشاركات الأندية الأفريقية، اعمل حسابك على كل حاجة. طيب. وبعتها وخلص الدوري في نص 6، ابعتها للأندية. حسب بيضحك كل مرة بيعمل كده، كل مرة ما بيحصلش كده. كل مرة بنعمل حساب، لا ما بيحصلش كده، احنا ما بننفذش اللي احنا اتفقنا عليه. لا 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 لا، كل مرة بنبقى عاملين الحسابات دي وبنتفق مع الأندية، أنا هو الرابطة وبنتفق مع الأندية والأندية بتوافق، وفي وسط السكة كل نادي يقول لك لا انا عايز اصل انا عندي مهمه قوميه، لا انا اجل لي فالنادي الثاني الاهلي يقول كده، فالزمالك يجي يقول اشمعنى الاهلي. الدول اللي حوالينا مش هقول اسماء دول،
دول بتلعب في اسيا يا عم ما بيحصلش في حته ولا زحل لو في زحل دوري جنوب افريقيا تونس المغرب كله خلص الدوري بتاعه كلهم لعبوا في بطوله افريقيا طيب. وكلهم شاركوا في مباراه الترجي وصل مع الاهلي في وصلوا المباريات النهائيه وبس دورياتهم كلها خلصت وخدوا الراحه وهيبتدوا خلاص زيه زي العالم كله ما هو احنا ما ينفعش ان احنا نقول اصل الناس دي ما عملوش اصل ان احنا مالناش دعوه بالناس لا لا لازم يكون لينا دعوه بالناس ما دام الناس دي بتعمل حاجه صح هو ليه ما نشوفش الحاجه الصح ونعملها احنا دايما بنشوف الحاجه ان احنا فاكرين ان احنا بنعمل كل حاجه صح وهو ده مش موجود المغرب التجربه بتاعتهم ونجاحهم في الفتره الاخيره وصول المغرب ان هي تبقى تاخد مركز رابع في كاس عالم برضو يا جماعه مش قليله طب هو عيب ان انا اعرف ايه اللي حصل وانا ممكن ان انا اخد الحاجات الايجابيه اللي ممكن استفيد بيها واقدر انفذها عندي لكن انت عندك سلبيات كتير جدا موجوده في نظام الكوره في مصر ككل احنا دلوقتي يا كريم برضو انا مش عاوز اوصل لان احنا يعني بننتقد الرابطه واتحاد الكوره بشكل لكن هو ده الحقيقه ان دلوقتي اتحاد الكوره بقى حاجه لوحده والرابطه بقت حاجه لوحدها والاثنين كل واحد عايز ينجح في المكان بتاعه وكل واحد عايز ينجح في المكان بتاعه مش بتبص للمصلحه العامه هم الناس دي كلها لازم يكون حاجه واحده ما هي دي المنظومه الكامله بتاعه الكوره في مصر انت شايف ايه؟ انت شايف ايه الفتره اللي احنا فيها دي؟ الرابطه بيحاول ان هو عايز ينجح المسابقه عنده مشاكل كتير جدا في اذا كان المشاركات الافريقيه مش عارف عنده مشاركات كمان من منتخب مصر فابتدى كان الفتره الاخيره اجل المسابقه لمده اسبوعين علشان ينجح بس الجهاز الفني وحسام وعايز يقف معاه تمام طب يعني ده كويس جدا بس مش على حساب الدوري المصري يعني ما ينفعش في انديه انا المفاجاه كبيره جدا ممكن اتكلمنا فيها انا وانت والاستاذ حسن طبعا اكيد هيبقى عارف الموضوع ده فرقه بتعاني وبتحاول ان هي تبعد عن منطقه الهبوط هتلعب مع الاهلي والزمالك اربع مباريات في فاركو ما انا بقول لك يعني والداخليه نفس الوضع هم بعيد بس هم لازم ياخدوا حقهم وفرصتهم هو مش طيب مش عشان هم بعيد امبارح كان معايا ان انا اضغط عليهم كان معايا الاستاذ فتحي سند وقال لي احنا عندنا مشكله في العنصر البشري اللي بينظم عندنا امكانيات عندنا ملاعب عندنا وسائل نقل ومواصلات عندنا جماهير يعني عندك مشكله في اهم عنصر عندنا لعيبه عندنا كل حاجه عندك مشكله في اهم عنصر بس مشكله في العنصر البشري اللي بيدير وبينظم وبيخطط لكره القدم في مصر واتكلمنا قلنا ان في العاب رياضيه اخرى يا استاذ حسن كابتن اشرف ناجحه جدا احنا ابطال عالم في السكواش والهاندبول كره الطايره في تطور باسكت في تطور الالعاب الفرديه والنزاليه الجودو ورفع الاثقال ومصارعه والخماسي الحديث وملاكمه يعني عندنا ابطال وعندنا ناس بتاخد ميداليات في الاولمبياد فتحي سند الصديق العزيز والزميل العزيز قال لك المشكله في البشر يعني في مشكله الناس اللي بتشتغل في الكوره مش بتشتغل في الكوره ببساطه مش بتاعت كوره نعم مش بتاعت كوره لا سيبك من مش بتاعت كوره مش لعيبه كوره قصدي يعني شرط. مش بتاعت مش شرط صناعة كرة القدم لا مش بتنجح المنظومة مش شرط انك انت تبقى لعيب كرة عشان تبقى لا مش شرط انا مش بقول لعيب كرة مدير جيد للكرة او تدير كرة بشكل جيد احنا دخل الاتحاد لعيبة كرة كتير هم نجوم النجوم في الملعب ما نجحوش لكن في ميدان الإدارة لا ما نجحوش ما ينفعش يعني ما ينفعش انك تبقى مش متفرغ تماما وان الاوان اللي احنا نفكر كويس قوي في ان اداره الكوره في مصر او الاتحاد يبقى ناس محترفين. انا ما بقولش ده يحصل بكره. ايوه. ابقى راجل بتكلم كلام كده على الطاير. لان الاصلاح اللي احنا عايزينه حقيقي هياخد اربع خمس سنين. ولازم طب ناخد الخطوه الاولى بتاعته بس. الخطوه الاولى والوحيده الان التي لابد ان تحسم هي نظام الدوري الموسم القادم. ما بترخيص المدربين وتراخيص المدربين والشركات بتاعت الانديه وحاجات كتيره جدا والاكاديميات والمراكز تدريب المنتخبات القوميه كل الحاجات دي اللوائح ده اللوائح دي لابد من انها تعاد صياغتها بكل تفاصيلها في كل الاشياء في كل شيء يعني الادوات والملاعب وال الأخطاء التي يرتكبها أي لاعب أو إداري
أو حكام، رئيس نادي يتحاسب، حكم يتحاسب، ازاي كل الحاجات دي لازم يبقى في لائحه بس لازم كامله جدا، لازم تتنفذ على الانديه ككل. ما طبعا، امال ايه؟ اللائحه ما بتتنفذش على كل، ما اللوائح دي وبعدين يعني اللوائح دي تطبق على لاعب النادي الاهلي ولاعب نادي انبي. ايوه، ما تتطبقش على لاعب انبي بس، او لاعب طلاع الجيش، ولا تطبق على لاعب الاهلي او الزمالك. الحاجات دي لازم تكون واضحه وضوح الشمس، لان طول ما احنا، مش احنا يعني، طول ما المحيط بصناعه الكوره حاسس ان مفيش عداله، هتبقى دي مشكله كبيره جدا. أيوة، هتفضل مشكله بعدين في حاجه تانية كمان مهمه جدا، ممنوع ان كل نادي لازم يبقى في اللوائح كده، مش كل نادي يقول اشمعنى او ما يعجبوش حاجه يروح مطلع بيان على السوشيال ميديا او في البرامج التلفزيونيه، ويطلع بيان ويخاطب الراي العام بتاعه ببيان ضد الاتحاد، ضد الرابطه، ضد اي حد. ما ينفعش، ممنوع البيانات. انا عمري ما شفت انديه بره بتطلع بيانات بتطرح فيها مشاكل وازمات وبتصل المسائل الى ما وصلنا اليه حتى مؤخرا يعني. ومش كل نادي يرد عند الاعداد التاني ببيان، الكلام ده ما ينفعش. ما ينفعش انك يعني تحتمي او تبرر او توجه جمهورك لانه ياخد موقف في ظهرك، وبعدين وفي الاخر لو انت تراجعت عن موقفك لا هتبقى مشكله كبيره. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع الاستاذ حسن المستكاوي وكابتن اشرف قاسم، كلام مهم جدا عن تطوير منظومه وصناعه كره القدم بعد الفاصل ان شاء الله. نرجع تاني مع كابتن اشرف قاسم والاستاذ حسن المستكاوي، وبنتكلم عن تطوير منظومه كره القدم، تطوير صناعه كره القدم. الاستاذ حسن المستكاوي قال حاجات كتير وعناصر كتير جدا، عايز اعرف برضو من كابتن اشرف قاسم الخطوه الاولى نبدا ازاي؟ ان البدايه دايما بتبقى هي الصعبه. والفتره الجايه في انتخابات اتحاد كوره، والرابطه يعني المفروض هي بعد انتخابات اتحاد الكوره بيتم تشكيل رابطه الانديه المحترفه. شكل الدوري السنه الجايه يكون عامل ازاي؟ ازاي نتفادى الموسم الطويل والمشاكل اللي كانت عندنا السنه دي يا كابتن اشرف نتفاداها في الموسم القادم، عشان نبدا بقى نرجع الكره المصريه يعني مش هقول لمستواها، لكن نمشي ناخد خطوه واحدة ايجابيه. واحدة واحدة، خطوه ايجابيه. احنا عايزين الاول نحس ان في فرق الموسم اللي جاي معاني الموسم اللي احنا فيه والموسم اللي قبليه. فانت في البدايه انا مش مع الكلمه اللي دايما تتقال ان في، هو طبعا لازم يكون في لجان تنفيذيه داخل اتحاد الكوره والرابطه، الناس دي لازم يكون بتعمل بمقابل لجنه، لجنه شؤون اللاعبين، لجنه الحكام. أيوة، لجنه الحكام، لجنه المسابقات، طبعا شؤون اللاعبين، اللجان اللي هي التنفيذيه اللي داخل اتحاد الكوره. أيوة، ونفس الوضع بالنسبه للرابطه، علشان انت تقدر تحاسب الشخص اللي هو بيكون موجود. وبعدين انتقاء الاشخاص دي، قصدك حضرتك تقول ناس محترفه طبعا تتقاضى اجر؟ انا بقول لسه بقول لك ما يكونش اعضاء مجلس اداره في اتحاد الكوره. انتقاء اللجان التنفيذيه لازم تكون لجان محترفه عندها فكر وبتقدر تنفذه، ومش عيب ان انا اخد فكر من بره واقدر انفذه هنا في مصر. لكن اللي كان بيتكلم عليه استاذ حسن انا معاه مليون في الميه فيه، انت لازم يبقى في وضع للوائح تبقى موجوده وتنفذ على الكل. هتقدر ولا مش هتقدر؟ لو انت كاتحاد كوره مش هتقدر او رابطه مش هتقدر، يبقى انت ما ينفعش تقعد على الكرسي ده، ما ينفعش تبقى موجود، ما ينفعش تبقى في تمييز ما بين انديه وانديه تانية لا، يبقى انت كده بتخسر اهم عنصر في نجاحك وهو العداله. انت دلوقتي لما تحط لائحه، اللائحه دي على فكره اللوائح اللي لما بتتعمل في بدايه الموسم بتوزع على كل الانديه، انت لما تيجي تطبق بقى على كل نادي لو في اي مشكله حصلت وبتطبقها، انت بتقول له اللائحه موجوده عندك وانت قريتها وانت وافقت عليها كنادي، انت وافقت عليها، فلازم تنفذ على الكل. احنا اول حاجه عايزين نعملها الموسم مين اللي يعمل اللوائح يا كابتن اشرف؟ اللوائح، لو احنا عندنا لوائح مش مظبوطه، عندنا لوائح، الناس اللي موجوده اللي هتمسك اتحاد الكوره، مجلس اداره واللجان التنفيذيه اللي موجوده
وبيستعينوا اذا كان عايزين يستعينوا باي اراء ولا من خبرات ولا ناس قانونيين يا استاذ حسن، ولازم قانونيين طبعا، وناس برضو في الرياضه وعارفين لوائح الاتحاد الدولي. هو انت ليه ما تستعينش بلوائح ثانيه خارجيه؟ في اساتذه ودكاتره وخبراء كثيرين جدا اشتغلوا في اتحادات الامارات وفي اتحادات الاتحاد السعودي، الاتحاد السعودي، ولهم علاقات دوليه كمان ويقدروا يحطوا لوائح زي ما احنا عايزين ننظم اللوائح بتاعتنا. انت مش لازم، انا مش عايز اقول اسماء يعني، دكتور بيومي وزهير عمار ويعني مجموعه ناس يعني على مستوى عالي جدا على المستوى الدولي وعلى مستوى اعداد اللوائح وتنظيم اللوائح في موجودين. احنا ليه ما بنستعينش بيه؟ مش بنستعين بناس بتفهم في وضع اللوائح وال يعني حتى احنا، بس انا عايز اقول حتى الراجل اللي في اتحاد الكوره في قانون كره القدم، القانون ده عندي يعني بالعربي كمان يعني، وبعتوا لي واحد صديق عزيز عليا جدا، خدوا القانون ده ويقروه الاول عشان تقدروا تطلعوا منه لوائح. هو انا ما حدش بيقرا، ما حدش عايز يعرف، وكل واحد فاهم نفسه انه عارف كل حاجه وهو مش عارف حاجه خالص، مش هينفع. وبالمناسبه بقى بما اننا بنتكلم صراحه، هو ينفع حضرتك وانا معاك في البرنامج هنا بنتكلم في المشكله دي ابقى انا عضو اتحاد كوره وفي نفس الوقت بتكلم في المشكله على الهواء مباشره مثلا في برنامج رياضي بيشوفه جمهور عريض؟ هل ده ينفع؟ ما هو هل بقى هو مع وجهه نظر الاتحاد ولا اكنه مش عضو مجلس اداره الاتحاد؟ مفيش حاجه اسمها كده. ما انا يعني هو مفيش حاجه اسمها كده، ممكن يكونوا بيناقشوه عشان يعني هو يجاوب عن اتحاد الكوره. لا يعني لو حضرتك لو انا عضو اتحاد كوره وجايبني عشان تحاسبني على ادارتي للكوره انا موافق. ايوه لكن لو انا هنا انت جايبني اعلامي ولا عضو اتحاد كوره؟ انا مين فيهم؟ انت المفروض عضو اتحاد الكوره عشان احنا بنتكلم عن اتحاد الكوره، فانت ترد نيابه عن اتحاد الكوره. طيب هقدر اقول انا الكلام لو انا بقى عضو اتحاد كوره تنتقد اتحاد الكوره؟ لا مش هتقدر. هقدر اقول الكلام اللي قلته دلوقتي؟ لا مش هتقدر. لا مستحيل مش هتقدر. يبقى ما ينفعش. هتجمل يبقى ما ينفعش. احنا هنقعد كل حاجه نفصلها ونفصصها ونبررها ونخترع لها حاجة وكلام. يا اخوانا في شباب بيضحك علينا، الشباب ده شايف العالم قدامه. ايوه الاجيال القديمة ما كانتش شايفة العالم ده. دول شايفين العالم حتى القريب، شايفين الدوري الاماراتي ولوائح الامارات ولوائح السعودية ولوائح كذا وكذا وتونس وكذا كله. فما ينفعش ابدا ابقى انا عضو اتحاد. انت حضرتك لو انا عضو اتحاد كوره عملت كلمه في المشكله بتاعت الكوره مش هعرف اقول ولا كلمه من اللي انا قلتها لك دلوقتي. صح وهي الحقيقه. ايوه فاذا ما ينفعش حضرتك تبقى اعلامي وتبقى عضو اتحاد كوره. انا بقول الكلام ده على فكره من 30 سنه وبقوله، وكان الكابتن احمد شبيري قاعد جنبي على الهوا، وهو لو كان سامعني كان دلوقتي وعضو مجلس كنت بقول يا كابتن ما ينفعش حضرتك تبقى عضو مجلس إدارة اتحاد كورة وقاعد هنا. يعني وأنا شخصيا اتعرض عليا إن أنا أبقى عضو في اتحادات، قلت لهم لا مش هينفع لأن أنا شغلتي صحفي. أيوة. أنا شغلتي الإعلام بس. فيعني دي طيب. حاجة من ضمن الحاجات. عايز أخدكم لنقطة تانية وهي المنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي مسافر وبقى فيه خناقة دلوقتي. أيوة. ميكالي عايز ثلاث لعيبة كبار اللي هم فوق السن عشان يساعدوا المنتخب الأولمبي زي المنتخبات التانية. كل منتخب اسبانيا هيجيب لعيبه من الدوري الاسباني بيلعبوا في برشلونه وريال مدريد مش عارف، كل المنتخبات بتعمل كده. بقى في خناق. هو حاول يجيب اللعيبه المحترفه، تريزيجيه النادي رفض، انديتهم رفضوا، مصطفى محمد اتعور رغم النادي نانت الفرنسي وافق، صلاح ليفربول رفض، مش عارف مرموش انتراخ فرانكفورت الالماني رفض، وهم ليهم الحق ان هم كانديه اجنبيه طرف بيمشوا باللائحه. مش دي لائحه الفيفا؟ لائحه الفيفا. خلاص نسكت بقى. بالنسبه بقى للانديه المصريه، الاهلي الزمالك بيراميدز نعم نفس الموقف. نفس الموقف اللي حصل. النادي المصري الاهلي او الزمالك هو تابع من حقه انه يقبل او يرفض. بس احنا هنا في مصر بنتكلم في احنا دخلنا في حده عين. ما يا استاذ حسن هقول لك، احنا بنيجي نتكلم نقول احنا الاهلي في افريقيا بيلعب باسم مصر فكلنا نساعد الاهلي،
نأجل الماتشات، الزمالك بيلعب باسم مصر في الكونفدرالية فنساعد الزمالك. ما انت دلوقتي ما تجيش لما المنتخب الاولمبي يكون عايز لعيب من الاهلي ولعيب من الزمالك ولعيب من بيراميدز يقول الاهلي لها. الاهلي والزمالك والمصري والاسماعيلي لما بيلعبوا في افريقيا بيلعبوا باسم الكره المصريه. ايوه انت عمرك سمعت ليفربول حد في بيلعبوا باسم الكره الانجليزيه؟ حد في ليفربول هات لي واحد تمام مره طلع قال في التلفزيون او في برنامج او في الصحافه انني يمثل الكره انني يمثل بريطانيا العظمى. محدش بيعمل كده تمام. بس احنا بنعمل كده غلط. احنا بنعمل كده مع الانديه غلط غلط. الزمالك بيلعب باسم مصر، الاهلي بيلعب باسم مصر، اسم الكره المصريه. انا لما الاهلي يكسب بطوله افريقيا ده اضافه لرصيد الكره. انا بفرح، انا بشجع الاهلي او الزمالك او اي فريق مصري بيلعب في بطولات افريقيا، لان ده اي انتصار للانديه المصريه اضافه لرصيد الكره المصريه. تمام. لما يبقى انا اقول طب المنتخب بقى لما يبقى انا اقول ان انا عندي 45 بطوله للانديه المصريه في بطولات افريقيا حلو. كاعلامي وكمواطن مصري ابقى سعيد جدا. طب لما المنتخب الاولمبي يمثل مصر اللي هو بقى منتخب البلد في الاولمبياد ما اقفش جنبه كانديه عشان لعيب؟ ماشي باللوائح برضه. ما هو اللوائح ما في مش هديك لعيب. لا هيدي لك اللعيبه اللي ممكن يقدر يديها لك. ان الاولمبياد مش اجنده دوليه. يديك اللعيبه اللي ممكن هو يستغنى عنها وظروفه كفريق من الناحيه الفنيه. عايز لعيبه سوبر يسمح من ما هو داخل انت لا عايز لعيبه سوبر عشان يعني تساعد المنتخب. يعني انت ما قدرتش على الانجليز والاجانب عايز تقدر على الاهلي والزمالك يعني؟ لا مش عشان مصر. لا مش عشان المنتخب. لا لا في عشان الوطنيه. ما انت كلام اللي احنا بنقعد نقوله. ما هو دلوقتي برضه المشكله ما احنا لازم برضه نكون واقعيين في الموقف اللي احنا فيه. تمام. لو الموقف غير كده كانت الانديه مش هترفض هتوافق. يعني ايه الموقف غير كده؟ الموقف الناحيه التنافسيه اللي موجوده دلوقتي ما بين الاهلي وبيراميدز. انت عايز تاخد من هنا احسن لعيبه عندهم ومن هنا احسن لعيبه عندهم. طيب انت فين المنافسه اللي في الاخر اللي انت عملتها المشكله اللي انت عملتها انت مش هتعرف تحلها دلوقتي. الاهلي هيسيب لك عايزين ياخدوا عبد المنعم حمام وامام عاشور او واحد منهم وامام ومش عارف ومين وعايزين من الزمالك زيزو ولسه بقى كوكا واللي هم لا دول بتوع المنتخب الاولمبي كده هم دول موجودين برضو مع فرقه النادي الاهلي. فانت هتاخدهم في توقيت انت حطيت ان النادي الاهلي هيلعب حوالي 14 مباراه في اقل من 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 50 يوم صح ولا غلط؟ فانت اللي عملت طب انت دلوقتي رايح تقول له هفضي لك كمان انت الفرقه وعايز تاخد مصطفى فتحي وابراهيم عادل من نادي بيراميدز ودول بنفسه دول يعني قول مثلا نادي الزمالك ممكن يكون بعيد شويه فالزمالك اتطلب منه زيزو والزمالك وافق تمام اهو الاهلي اتطلب منه عبد المنعم طب انا اقول لك او واحد منهم الاهلي رفض انا هسالك سؤال والاستاذ حسن ما عشان لو الزمالك لو الزمالك دلوقتي بينافس بينه وبين النادي الاهلي وبيراميدز نقطه واحده كان هيسيب زيزو ما كانش هيوافق كان هيسيب زيزو؟ معرفش لا 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 مش هيسيبه مستحيل فهو دلوقتي انت عامل المنتخب الاولمبي بقى ايوه ماشي ما احنا دلوقتي انت اللي عملت المشكله حلها بقى شوف هتحلها مين اللي عمل مشكله مين انت دلوقتي ما تقولش النادي الاهلي غلطان انه مش عايز يسيب لعيبته لان هو النادي الاهلي انت اللي حطيته طب ايه رايكم ناجل الدوري تاني؟ والله الفتره بتاعت هم يلغوا الدوري يلغوه بقى انت بس لازم تبقى عارف ما انا مش عارف المسابقات اللي جايه في الموسم اللي جاي ده كتيره جدا كاس العالم للانديه تصفيات افريقيا 25 السوبر كاس السوبر كاس كاس مصر كاس السوبر الافريقي السوبر المصري كمان اللي هيتلعب امتى بس كل ده على حساب الدوري اللي هو الدوري الافريقي والكونفدراليه لا مفيش دوري افريقي السنه الجايه عندك مسابقات كتيره جدا في جميع الاحوال هي مسابقات بتاعت كل سنه بتاعت كل سنه كاس العالم للانديه ست بطولات كاس العالم للانديه هو الوحيد اللي هيبقى بس كاس العالم للانديه في شهر 6 شهر 6 ايه امتى؟ 2025 طيب ده دوري برضو ده في عز المنافسه ممكن يكون في عز لو انت في اي حته في العالم يبقى الدوريات خلصت انا بتكلم علينا هو الاتحاد الدولي بيعمل لا ما احنا علينا احنا لازم نظبط بقى ما انا بقول نظبط يعني انت دلوقتي عشان نخلص الدوري بتاعنا يعني انت عايز تلعب الدوري هنا في اول 10 وتاني في شهر اخر 5 لا خلاص في نص 6 طب ما انت ما في نفس الوقت دوت عندي 10 يعني شهور دوري ولا 8 9 شهور دوري انت عارف انت لو عملت من شهر 10 لشهر 6 8 شهور دوري يعني لعيبه النادي الاهلي اللي راح تلعب في كاس العالم للانديه تخلص الدوري في يونيو تروح تلعب كاس العالم زي ما دلوقتي لعيبه اللي بتلعب في اوروبا بتخلص الدوري ويروح يلعبوا في اوروبا بيشكوا برضو بيشكوا على فكره بيشكوا من الاجهاد وكاس العالم كده وكاس كوبا امريكا كده من ما هي الكوره كده يا استاذ حسن خلاص الكوره كده ده سيستم بتاع العالم كله يبقى الانديه اللي بتلعب في كذا بطوله تتحمل مسؤوليه انغماسها في 35 لعيب في القايمه
انغماسها بكذا بطوله. انا عندي خمس عندي 35 لعيب يعني، ما تقولش بقى انا عاوز اجل عشان عندي في ثلاث لعيبه في المنتخب. هو العالم كده، مانشستر سيتي بيلعب في كاس الاتحاد الانجليزي. لا معلش، مانشستر سيتي بيلعب في كاس العالم. طب ما نلعب بفرقه، ليفربول لعب في كاس العالم الانديه. احنا مش زي زمان، زمان كان في كاس العالم للانديه واخدها، اخد البطوله وكان عنده ماتش وطلب تاجيله، قال له هيلعب بالناشئين، لعب بالناشئين واتغلب 5-0 ماشي، او 5 في الدوري في البريمير ليج. تمام، احنا نقدر نعمل كده؟ نعمل كده. لا ما تقدرش انها تعمل كده. خلاص يبقى الكره هتبوظ. لا استنى بس، ما الكره هتبوظ. مش ما تقدرش، انت لازم تعمل كده. لازم نعمل كده، بس لازم تجبر الانديه. يعني ايه؟ احنا يعني نظام ونحترمه يعني كلنا. يعني خلينا الاهلي، الاهلي اقوى من الاهلي، بيلعب في كاس العالم، في كاس العالم للانديه وعنده ماتش في الدوري. لا مش هقدر، كاس العالم الانديه مش هقدر. بلاش كاس العالم للانديه، افريقيا. افريقيا لا، في افريقيا خلاص بعد ثلاث ايام او اربع ايام العب في الدوري. ده لازم صح. انا بتكلم على حضرتك متفق معانا اللي حصل مع ليفربول. أيوة. ما لازم يحصل مع الاهلي برضو او الزمالك. تمام، بتلعب في كاس العالم للانديه وعندك ماتش في الدوري، مش هينفع ناجل لك ماتش الدوري. تمام تمام. أيوة. انت متاكد انه تمام؟ ايوه، ما هو لازم يحصل كده. بالظبط كده، لازم يحصل، لازم يحصل كده. ما انا بقول اللي لازم يحصل. اللي عايز بقى اصلاح، ها، ما هو مش بق. أيوة. وكلام. أيوة. اللي عايز اصلاح يفرض على الانديه المصريه. صح. كلها. صح، اللي احنا بنقوله ده، عشان لو اتحاد الكوره اقوى والرابطه اقوى من الانديه. ايوه حضرتك ينفر. عايز تلعب وتلم فلوس وتلم شهره ونجوميه دوليه وتلعب في كاس العالم للانديه، انت عندك فرقه اساسيه تروح تلعب بيها، وعندك ماتش مع ان بي، ماتش مع المقاولين في الدوري المصري بنفس الوقت. مش هنأجله في نفس الوقت. لا يعني مش في نفس الوقت، مش هنأجله. ما هو ليفربول كان كده. لا ده موقف يعني استثنائي. مفيش حاجه اسمها استثنائي. لكن انا بتكلم في افريقيا يا اخي. هو احنا لما نشوف العالم صح ونقول ان هو صح. تمام، ده كان موقف انا فاكره بتاع ليفربول، كان عندهم ماتش كاس عالم، كان بيلعب في كاس العالم للانديه، وقالوا لهم لازم تلعبوا الماتش بتاع الاتحاد الانجليزي. ايوه طيب، لعب بالناشئين وخسر. ما هو مش لازم اكسب كل حاجه، عادي. ده كان موقف استثنائي، لكن انا بتكلم على الدوري اللي هي المسابقه الاهم في كل العالم. يعني كاس السوبر مش مهم زي الدوري، كاس مصر او كاس انجلترا مش مهم زي الدوري، الدوري الانجليزي او اي دوري في اي حته. الدوري هي المسابقه اللي لازم احافظ عليها، ولازم ان في انديه تانية مضروره. يعني الاهلي والزمالك لما بيلعبوا في افريقيا. طيب في 16 نادي تاني مضرور وقاعد بيه. معلش يعني هقلبها لك يعني. الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه وعنده ماتش في كاس مصر. فهيقول لك لا انا عايز اجل ماتش كاس مصر. لا اجل ماتش كاس مصر، ايه المشكله؟ أجله ليه؟ أجله عشان في كأس عالم أندية. ما أنت هتأجل حاجة، هتروح متأجل حاجة وخلص تانية. الدوري قبل كأس العالم. هتأجل تقعد تأجل. لا طب ما تعمل زي ما الدنيا بتعمل. هو دلوقتي الاتحاد الدولي أستاذ حسن رتب خلاص، قال لك الدوريات بتبدأ في شهر 8 في العالم كله وبتخلص في آخر 5 أو أول 6، والبطولات اللي هي القارية، كأس عالم بقى، كأس أوروبا، كأس أفريقيا، كأس أفريقيا، لا عشان أفريقيا هنلعب في شهر 12، آسيا، أي حاجة قارية للمنتخبات او للانديه بعد كده في كاس العالم هتتلعب في شهر 6. فهيبقى هو ده السيستم لازم احنا نمشي عليه، ونخلص نبدا الدوري في شهر 8 ونخلص الدوري في شهر 6. انا وقتي خلص. طيب. اخر حاجه انت بقى. عندك مشكله كبيره جدا لازم تفكر فيها من دلوقتي. تمام، هتعمل ايه الموسم اللي جاي؟ تمام، هتنظم بطولتك ازاي؟ بطوله الدوري، هتنظم المسابقه بتاعتك ازاي؟ جدولك هتعمل فيه ايه؟ هو ده اللي تفكر فيه. مين اللي هيعمل الكلام ده؟ لازم الاختيار وانتقاء الاشخاص المحترفين. طيب. اللي يكونوا موجودين هم يكونوا قادرين انهم يعملوا. لازم نعمل جزء تاني للحلقه دي. لازم الوقت خلص. واحده بس اتفضل. دوري يتنظم ولوائح. صح طبعا، لان احنا اللوائح بتاعتنا بعافيه شويه. تمام، بشكرك يا استاذ حسن، نورتنا، ولازم هنتقابل قريب تاني ان شاء الله. بشكرك كابتن اشرف، الله يخليك يا كريم، كنت سعيد جدا بوجودكم معايا النهارده. طبعا خليك. حاجه مشرفه لينا جدا وتشرفنا بشكل كبير. بشكر كمان كل طاقم العمل في كوره كل يوم، ونطلع مش نطلع فاصل بقى، هنروح. بشكركم، نتقابل على خير بكره ان شاء الله.